عندنا لقاء هام جدا مع الدكتورة جميلة آل سلمان. حول الدكتورة جميلة سلمان حول استشارية الأمراض المعدية بمجمع السلماني الطبي حول ما يدور من أحداث حاليا حول موضوع فيروس كورونا. اسم الله عليكم والعيالكم عسى ربي يحفظكم. والدكتورة مشكورة طبعا معنا على الهواء الآن مباشرة. دكتورة جميلة يا هلا ويا مرحبا بك. يا أهلا يعطيكم العافية، ألف شكر على الاستضافة. مساء الخير دكتورة جميلة. طبعا صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم من مرض فيروس كورونا أولوية قصوى يسعى الجميع للحفاظ عليها. ما هي الإجراءات اللي اتخذتها وزارة الصحة مع الذين تواجدوا في إيران في شهر فبراير الجاري؟ ألف شكر على السؤال، طبعا هذا جدا جدا مهم الموضوع. يمكن الجميع طبعا حتى مملكة البحرين يعرفون أن عدد الحالات اللي سجلت هي 26 حالة، وهذه الحالات جميعها شخصت مؤخرا طبعا في مملكة البحرين، كلها لحالات قادمة من إيران. فبناء على هذا أصدرت وزارة الصحة كجزء من تكملة الإكمال الإجراءات الاحترازية لتقليل حالات الإصابة بفيروس الكورونا المستجد اللي هو COVID-19، وجزء من الحملة الوطنية لمكافحة الفيروس أصدرت طبعا تعميما بأن راح تقوم بتحديد مواعيد لفحص جميع المواطنين والمقيمين اللي تواجدوا في إيران خلال شهر فبراير الحالي. نعم. فأي مواطن أو مقيم كان في إيران في فترة فبراير، من بداية فبراير إلى وقتنا الحالي في الفترة السابقة، يجب عليه الاتصال برقم 444، ويستتم عن طريقة تحديد موعد لهم لفحصهم. طبعا لفحصهم يتأكد من خلوهم من المرض، وهذا جزء من حماية المجتمع وحمايتهم وسلامتهم، لأن احنا في النهاية مثل ما تفضلتين هي أهمية للجميع لحماية من يعيش في مملكة البحرين من هذا الفيروس. نعم. دكتورة طبعا احنا على حسب علمنا، وصححي لي اذا كنت غلطان، ان هناك تجاوب من هذه الناحية، تجاوب كبير جدا من المواطنين للاجراءات المقامة حول ما تفضلتي فيه، هل هذا صحيح؟ اي نعم طبعا، هذا يشكر على جميع المواطنين المقيمين، تجاوب جميل جميل جدا واكثر من رائع. الكلمة تجاوب، انا اتكلم من حالة حتى الحالات المشخصة او الحالات اللي موجودة في الحجر الصحي، يتعاونون بطريقة جدا جدا جميلة، وتسهل العملية التشخيص ومتابعة الحالات. فبدأنا بتلقي طبعا الاتصالات اللي كانوا موجودين، طبعا مثل ما خبرتكم ان في الفترة السابقة على رقم المشار إليه يطلبون طبعا تحديد موعد وتحديد متى ممكن يكون لهم الفحص. وفي الفترة اللي هم بيكونوا فيها موجودين على ما يخبرون بموعدهم، احنا طبعا يعني نهيب بالمواطنين ان يكونون في موجودين في منازلهم، يحاولون الاختيار غرفة منعزلة، تقليل اختلاط باي احد يكون في المنزل او خروج او تجمعات. ولو لا سمح الله في هذه الفترة على ما يجي موعد الفحص إن طلعت عليه أي من الأعراض اللي تكون مشابهة لالتهاب بفيروس الكوفيد-19، نعم، مثل مثلا اللي هي السعال أو الحرارة، ارتفاع الحرارة أو ضيقة في الصدر، إن على طول إنه يكون يتصل بنفس الرقم اللي هو 444، على أساس إنه يكون في فريق مختص راح يعطي التعليمات اللازمة إلى وين يتجه، إلى وين ممكن يحصل على الرعاية اللازمة. نعم دكتورة، يعني الآن المواطنين يعني في حالة خلينا نقول هلع، وهذا الشيء يعني صعب ان احنا نقدرنا ان نتجاوزه الا في يعني ارشادات معينه وقائيه، التعليمات منكم كجهه مختصه بوزاره الصحه لان طمأنه المواطنين، ويعني ارشادات الوقايه من خلال هذه الفتره الحاليه اللي احنا فيها. طبعا هذا جدا جدا مهم، احنا عاده نقول الوقايه خير من العلاج. نعم. وفي هذه الحاله بالذات، في هذا الفيروس اللي هو اللي نتكلم عنه الكورونا COVID-19، هو مهم جدا نعرف انه طبعا مثل الفيروسات الثانيه اللي تسبب اللي هي اعراض الالتهاب التنفسي بس العلويه، يعني اغلب الحالات احنا طبعا من النتائج العلميه اللي وصلت الى معرفتنا يوميا بتطور المعلومات عن هذا الفيروس،
إن 80% من الحالات شفيت يعني بسيطة وما فيها شيء، يعني يكون حرارة بسيطة أو ألم في الحلق وشفيوا. 80% هتكلم على آلاف آلاف عشرات الآلاف شفيت. الحالات البسيطة، النسبة البسيطة جدا اللي تحتاج إن فعلا تكون في مستشفيات وتتلقى علاج، ونسبة جدا 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 بسيطة اللي هي تؤدي لا سمح الله إلى الوفاة. نتكلم على 2% من جميع الحالات، وهذا لا يقارن أصلا حتى بأنواع الفيروسات اللي احنا نعرفها من قبل واللي تعامل عليها، واللي مثلها الكورونا السابقة أو حتى الإنفلونزا الموسمية، اللي أصلا الحالات الخطيرة أو اللي تلزم دخول المستشفى أو إنها ممكن تؤدي للوفاة أعلى بكثير من هذا الفيروس. فاحنا عادة نقول طبعا الوقاية خير من العلاج، هذا ما يعني ان احنا ما نهتم او ناخذ خطوات احترازية، لا، هذا مهم ان يعني المواطن او المقيم المستمع لنا هذا دور. الحين دور شلون الثقافة ما تكون اعلى بطريقة منع الانتقال، الى اذا انه يتعاون معنا في الالتزام بالارشادات الوقائية اللي تصدر عن وزارة الصحة، في الوقاية بزيادة درجة مناعة الجسم، يعني الأغذية الصحيحة، الخضروات، الفواكه، الماء، النوم الكافي، الحفاظ على النظافة الشخصية، الاعتناء بنظافة الأيدي جدا جدا مهمة في هذه الحالة، لأن معرفتنا بالفيروس يستقل أكثر شيء عن طريق لمس الأفصح أو الأماكن اللي هي تكون ملوثة بالفيروس أكثر من أي شيء ثاني، وهذا جدا جدا مهم في تقليل نسبة الإصابة ونسبة انتقالها حتى من لا سمح الله أحد يكون عندنا مصاب. دكتورة جميلة، أيضا يعني مثل ما تفضلتي الوقاية مطلوبة، وإن إحنا أيضا نتبع الإرشادات المعمول بها تجاه هذا المرض، هذا مطلوب، ولكن هل يستدعي حالة هلع وحالة عدم يعني عدم فهم أو حتى الذعر، هل يستدعي ذلك؟ لا طبعا لا لا، احنا لما تكون زيادة الوعي، طبعا نقول مثل ما نقول المعرفة قوة، العلم قوة. لا، انت لما تعرف عن الفيروس تعرف المعلومات الأساسية عنه، ما 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 المفروض انه يسبب هذا الخوف، بالعكس يطمئن، وخصوصا احنا يمكن شفتوا عند جماعة احنا نتكلم على 26 حالة ونعرف من وين اكثر من وين الحالات هذه جت مملكة البحرين، وحنتكلم على درجة من الاجراءات، يمكن البعض يشوف الاجراءات أكثر من اللازم، بالعكس إحنا الإجراءات الاحترازية وهذه الوقائية قاعدين نحطها على كافة المستويات، ولازم يكون المواطن أو المقيم على درجة عالية من الثقة إن مملكة البحرين يعني قيادة وحكومة وجميع الجهات المختصة كلنا نعمل كفريق واحد لضمان صحة المواطن المقيم، وإحنا ما راح يعني يكون في أي تردد بأن تكون أي خطوة تكون في مصلحة. فإحنا بالعكس نتمنى من المواطنين المقيمين أن يكون على درجة من الوعي والتعاون مع جميع هذه الإجراءات. نعم، لأن كلها تصب في مصلحة المواطنين المقيمين حتى نقلل من عدد هذه الحالات ونقلل من انتشار المرض إن شاء الله في مملكة البحرين. يعني إحنا الحمد لله دكتورة إن شاء الله الأمور تكون طيبة عندنا في البحرين، ونحاول قد ما نقدر نحن نطمن الناس أكيد، وإحنا يعني شاكرين لك هذا اللقاء، شكر جزيل. بس قبل الختام دكتورة، بس في عجالة لو سمحتي لنا، بس حابين نسمع نصائح أو نصيحة منك حول يعني مناسبات معينة مثل تقديم واجب العزاء أو لمباركة أعراس أو ما شابه، هل هناك إرشادات معينة تنصحين أن احنا نقوم فيها؟ اي طبعا، في هذه احنا في هذه الفتره يمكن لاحظتون على يعني مستوى مملكة البحرين بزياده يعني الوعي والثقافه بطريقه انتقال هذا الفيروس، الكثير من التجمعات الغير ضروريه اللي ممكن تتاجل اللي هذه بدا تاجيلها، بدا يعطون مواعيد ثانيه لها. فاذا كنا الاشياء الضروريه مثل ما تفضلت العزاء او حتى الافراح، او حتى الافراح نتبع الاشياء الاساسيه، يعني احنا قاعدين يعني كل حين ممكن نشوفه يعني الثقافه انتشرت. نعم. يعني ما يكون السلام بالايدي، التقبيل لا يقللونه، نظافه الايدي وتكرار يعني تعقيمها بطريقه متكرره، يكون الـ 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 الاشخاص والتجمعات تكون اللي هي فيها اعداد ضخمه لازم تكون تقل وتكون فيها مسافات متباعده، فيلتزمون الناس بالإرشادات الصحية بالإرشادات الوقائية وتجنب الأماكن اللي يكون فيها ممكن مخالطين لمرضى، أو إحنا حنركز طبعا على اللي جو البحرين أو اللي كانوا لهم عرضة للإصابة بسبب السفر إليهم. نعم. في الختام طبعا نشكر الدكتورة جميلة السلمان استشارية الأمراض المعدية من جامعة السلمانية الطبي على هذا اللقاء، شكرا لك دكتورة، كما نشكر
يعني الجميع على الجهود الكبيرة اللي تقومون بها للحد من هذا المرض، ونسأل الله السلامة والعافية على كل من يستمع، على كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة. دكتورة شكرا لك، يعطيكم العافية إن شاء الله. شكرا حياك الله دكتورة، شكرا لك. إذن كان هذا اللقاء، وإن شاء الله يعني الأمور تكون مطمئنة لحد الآن، والله يشافي إن شاء الله المرضى وما تكون عندنا حالات أكثر من كذي إن شاء الله. الله يحفظ البحرين ويحفظ أهلها ويحفظ كل إخواننا في وين ما كانوا، سواء في الدول الخليج والدول العربية، الله يحفظهم إن شاء الله من هذه الأمراض والأوبئة.